حطم ليونيل ميسي الرقم القياسي الإسباني للهاتريك بعد ثلاثية في مرمى ريو فايكانو، وهي الثلاثية 24 في تاريخ الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، سامحة له أيضا معادلة عدد أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو. دخل الجناح الهولندي الطائر آرين روبن تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم عندما حقق الفوز رقم 100 من أصل 126 مباراة خاضها مع بايرن ميونخ في البوندسليغا، علما أن توماس مولر وويلي سانيول وصل بالفعل إلى 100 فوز ولكن بعد 148 مباراة. بعد الأزمة المالية الخانقة التي ضربت ميلان، وقع رئيس النادي الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني عقد بيع أولي قدر ب30% من أسهم النادي إلى رجل الأعمال التايلاندي بتايشو بول. أحرزت الدنماركية كارولين فوزينياكي لقب دورة كوالالمبور الدولية للتنس بعد فوزها على الرومانية ألكسندرا دوليغيرو في المباراة النهائية، وهو اللقب الأول لفوزينياكي هذا الموسم والثالث والعشرون في مسيرتها الاحترافية. حطم الفرنسي يوهان دينيس الرقم القياسي العالمي لسباق 20 كيلومتر مشيا خلال منافسات بطولة فرنسا، وسجل دينيس 1:17:02 متجاوزا الرقم العالمي السابق الذي كان بحوزة الروسي فلاديمير كانياكين 14 ثانية.